إخوان مرحبا بكم جاك ستوب. اليوم عندنا جديد ديال بوز بوطون اللي هو بوز بوطون عادية بونشينات بالديفايز ديال لاليمونطاسيون ديال السبخ. ميزة ديال هذا الديفايز هذا ماشي بحال لي زونسيان، فيه كامات، فيه بزاف ديال ريكلاج. يعني هذا تقدر تريدلو ان سيكليس، كتحط الصدفة ديالك هنا، كتاخد ليبيسور ديالها على حساب الديامتر ديال الصدفة و ليبيسور ديال الصدفة، صافي، و كتسد هنايا. يعني الماكينة خدات العبارات ديالها كاملين في ان سول كليك، مبقاش تاخد وقت. يعني فوالا تبدل عندك صدف دير كليك، تحط الصدفة هنا، تاخد الديامتر، كتاخد ليبيسور ديالها اوتوماتيك. نشوفوا الخدمة ديال والميزة الأخرى اللي كاينة في الماكينة هو كاين فيها هاد الراكلور هذا هنا. هاد الراكلور هذا اللي ما كانش قبل كان الخيط كيبقى بحال ما هكذا، كيبقى شيط في الصدفة هنا، وكيبقى مشكل ديال الفينيسيو، يا إما كيبقى هنا ولا كيجي لتحت كيضربوه الدريس كتسرب الصدفة. هذا لا، هنا كيطلع الخيط الفوق باش ملي كتخدم كتجي الفينية 100%. شاف ورابيد. الماكينة ديريكت درايف في الموتور ديالها اللي هو سيلونسيو، ناقص بكونسوماسيون ديال 71%. الكارونتي ديالو 6 سنين ديال الكارونتي ديالو، هو لا كارت الكترونيك. بالنسبة للسبات ديالها مبقاش بوبينة ولا ستيب موتور هو اللي كيتحكم في السبات، مبقاش السبات كيهبط بشوية على خاطره، ماشي بحال البوبينة ولا ديك الاخرين اللي كان كي راق كدير الصداع وكثر ديال الديريكلاج. هذا هنا موتور هو اللي كيتحكم في الماكينة. رابيد كتمشي حتى 1800 1500 دورة في الدقيقة. يعني هذاك الوقت ديال الشارج هاي خدمات، بدا الشارج بيدك بحال ما هكذا مربوح. يعني في العوض غتخدم بثلاثة ديال الماكن، كتخدم غير بماكينة واحدة. شكرا على سي عبد الصمد. ماكينة أنا الجديد أخويا عبد الصمد. ماكينة فينيسيون 100%. الناس اللي كتخدم القميجة. شوف جاك دائما الجديد المفيد. مرحبا. دائما الجديد المفيد، هذا هو الامتياز ديال جاك. يعني الآلات الإلكترونية والآلات ديال السبيسيال ما شاء الله. اللهم بارك. الدقة في الأداء والسرعة والخدمة نقية، كاين حتى الآلات كيفاش تولي.